25,000 ليرة؟ نحن كلنا أربع أشخاص، يعني لو كل واحد آكل خروف ما بتطلع الفاتورة 25,000؟ أستاذ هيك وصلتني الفاتورة مثل ما لك شايفة نظامية يعني. طيب اطلبي لي صاحب المطعم اللي غدينا الوفد عنده. حاضر أستاذ، ثواني بس. كل اللي أخذناه بتسكر أربع فراريش وصحنين متبل مجاوز وصحنين حمص مجاوز وكولا معقول. شو هالفوضى هي؟ لك شو ما في تموين؟ ايوه استاذ المطعم معك على الخط. طيب شكرا. الو، يعطيك العافيه. لا لا انا المدير العام. اهلين، نحن غدينا عندك الوفد امبارح بس بعت لي فاتوره. لا الاكل طيب مو مشكله الاكل، بس بعت لي فاتوره ب 25,000 ليره. نحن كل شيء طلبناه بتذكر اربع فراريج وشويه مقبلات، فحسبت حساب تكون مخربط مع طاولة تانية. شو هالحكي؟ طيب آسف، آسف عدم المؤاخذة. لا لا شكرا لك، شكرا. آنسي أمل، اطلبي لي الأستاذ سعيد فورا. هو عندي أستاذ. خليه يدخل. شو هاد؟ عم تمشي المي من تحتي ومالي حاسة؟ يا حبيبي وصل البلة دقني. ادخل. نعم. شو هاد؟ شو هاد؟ انا عم بسألك شو هاد؟ سيدي هي فاتورة غداكن مع الوفد المصري مبارح. وغدانا مع الوفد المصري ب 25,000 ليرة؟ سيدي هي الفاتورة ب 5,000 ليرة بس انا طلبت منهم يعملوها ب 25,000 ليرة. معناتها حكي صاحب المطعم مزبوط. وليش حضرتك طلبت منهم يعملوها ب 25,000 ليرة؟ سيدي حتى نغطي نفقات تانية. سيدي وشو هي النفقات التانية؟ شبك؟ ما ترد؟ سيدي يا ريت تعفوني من رد. إذا ما بدك ترد قدامي فرح ترد قدام لجنة تحقيق رسمية. لا سيدي لا، بلا تحقيق. اسألوا الأستاذ ممدوح هو بيشرح لكم. كمان الأستاذ ممدوح بهالشغلة؟ هذا الأستاذ شلطة اسمه. أستاذ ممدوح يا ريت تشرف لعندي. الضمير يا ابني ما بده مين يتابعه، هذا واجبك، والأمانة ما بده مين يتابعها. بتكون تسرقوني؟ تسرقوا المديرية؟ طول بالك سيدي طول بالك. ادخل. خير استاذ اللي طلبتني. هي انت وهي الاستاذ ممدوح، تفضلوا اشرحوا لي الموضوع. أني موضوع استاذ؟ موضوع فاتوره الاستاذ طارق اللي صرفناها من يومين، انا ضميتها لفاتوره الوفد المصري. ومنو هذا الاستاذ طارق؟ سيدي الشغله بسيطه ومو محرزه. المحروس ابنكم سهر سهره مع رفقاته وانبسط فيها، فبعثوا لنا الفاتوره على الوزاره وصرفنا له اياها. طلع شو؟ هاي الصورة على الفاتورة. مين سمح لكم تصرفوها؟ مين قال لكم تصرفوها؟ ليش ما استشرتوني قبل ما تصرفوها؟ يا استاذ قلت لك الشغلة مو محرزة. ثانياً حضرتك كنت مريض بالبيت، يعني وعينك اليمين بلا مؤاخذة كانت. هلا أنتوا غشمة ولا عم تتغشموا؟ ابني سهر مع رفقاته، شو دخل المديرية تدفع له؟ يا استاذ خفنا يزعل إذا ما صرفنا له إياها. ها وما خفتوا لأزعل أنا وأخرب بيوتكم؟ ها؟ طيب غدا الوفد المصري ب 5,000 وفاتورة طارق ب 10,000، العشرة التانيين منين؟ سيدي هدول احتياط لقدام. يا عمي شو عليكم؟ إذا أنتم كبار الموظفين بالشركة عم تتصرفوا بهالطريقة فلا عتب على الموظفين البقية. سيدي كل شيء بيتصلح. طبعا بده يتصلح وفورا كمان. سيك هاي الفاتورة تبع طارق تاخذها المحاسبة بتقول لهم يخصموها من راتبي، وأرجو إنه ما يتكرر هالموضوع مرة ثانية. أنا ما قلت لك لا تصرفها لحتى يجي سيادة المدير. لا ما قلت لي. لا قلت لك. لا تفضلوا لمكتبكم أنتوا اثنين. يلا تفضل. 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 اطلع.
بسيطة. صدقني قلت له. اعتذر منك ويوعدك ما يتكررها. شو قلت؟ خليها لبكره بلكي بكون هديت. هلا انا مالي طايق شوف وشو. لا ما راح اخليها لبكره، لازم نحل الموضوع اليوم. ما بدي اياكم تضلوا زعلانين من بعض. انا رايحه احكي معه. الشركة يعني عملت له شوية إحراجات. الله يخليك يا طارق، ما بدنا أبوك يضل زعلان. قوم اعتذر منه وقل له إنك ما عم تستعيدها. خلاص بكرة. لا هلا. قوم حبيبي قوم قوم، الله يرضى عليك. حبيبي من شأني قوم لعنده، قوم اعتذر منه، الله يوفقك. طيب من شأنك بس. الله يكبر شأنك يا ابني، قوم قوم حبيبي. يلا وشانك كمان، يلا شانينا سوا، تفضل يلا. يا بابا تشد حيلك وتحكي مثل الرجال. انا متاكد انك مالك مقدر خطوره الشيء اللي عملته، بس لازم تتذكر انه انا مدير عام، يعني وضعي كثير حساس، والناس اللي صرفوا لك الفاتوره عم يستنوني على غلطه ليشهدوا فيي، يسيئوا لسمعتي، يبتزوني ويمرقوا 200 فاتوره ما قبيلها. شوف ابي، هن مستعدين كل يوم يصرفوا لك فاتوره،
بس مقابلها بيصرفوا لحالهم مئات الفواتير بدون ما احسن امنعهم او اعترض. يا بابا انا ما جمعت ثروه بحياتي، انا كل راس مالي بهالدنيا سمعتي، بقى بيهون عليك تتلوى سمعت ابوك باخر ايامه. انا اسف بابا، انا ما كنت متخيل انه المساله رح تكون خطيره لهالدرجه. اسمع يا طه، شد حيلك شد. شبح مثل الدنت الوحيده، وين عم تطلب الاكل؟ اسمع، انت واختك لازم تكونوا مبعث فخر واعتزاز بالنسبه لي، مو مصدر قلق وازعاج. لا تاكد بابا رح نكون مبعث اكيد. روح ما في امل، روح. اوكي سماح سماح. شو صار؟ حط لك الغداء؟ احسن شيء طعميني لانه بدي روح شوف اختي. يلا ثواني بيكون جاهز. هاي اللي بتكسر الضهر. خدني لبيت اختي. حاضر استاذ. شو بتحب تشرب اخي؟ شاي ولا قهوة؟ ولا صار مشروبك غير شكل؟ اختي انا بعرف انك زعلانة مني، مشان هيك انا جاي اعتذر منك ووضح لك موقفي. اخي ما في داعي تشرح شيء او تعتذر، انا اللي لازم اعتذر. ما كان لازم ازعجك بطلباتي، وخاصة بعد ما صرت مسؤول ومالك فاضينا. دلال لا تكوني قاسية علي لهالحد، نضال مو ابنك وبس، نضال مثل ابني وبتهمني مصلحته مثل ما بتهمني مصلحة طارق بالضبط. ما بدي اكذب عليكي، انا فيني وصفه وبمحل منيح ونظيف، بس اذا وظفته بدي وظف مية مثله. اختي انا العين مفتح علي والغانم بدي اكمش علي شغلي مشان ينتف بريشي، هلا بيهون عليكي ينتفوا له ريشاته لاخوكي. لا تبرد بعدين. مو بايخة. امسكي دلال شوفي نضال شو لازمه وجيبي له، واي شيء بتحتاجوه انا رقبتي سداده. امسكي. شكرا. نضال عم يشتغل مساترها الله. سلمي لي على نضال. صالح تعال ثواني بيكون الدكتور هون، بتحضر له القهوه له لي. على عيني. بسرعه. حاضر. صباح الخير. اهلا دكتور. يا ابني كيفك يا صالح؟ صباح الخير. صباح الخير يا ابو صالح. يسعد لي هالصباح الحلو دكتور. شلون الاخبار؟ الله يخليك تمام. استاذ طلال نظمت لي قرار بتنحيه لجنه المشتريات القديمه وتشكيل اللجنه الجديده؟ لسه دكتور. ليش؟ انا قلت لك بدي هالقرار بسرعه، ليش هو الاهمال؟ استاذ عفوا انا رحت لعند السيد ابو شريف وقلت له هالكلام، رشح لي ثلاثه، ما حدا رضي منهم يتعين باللجنه. شو السبب؟ ما بعرف، يا ريت تسأل. طيب بعت لي اياهم واحد واحد. حاضر استاذ. مها بدي اطلب منك طلب. انت بتأمر ما تطلب. تسلمي لي يا رب. في إلي رفيق مازن تعرفيه مقدم على مسابقة ليتعين عند عمو أحمد بالشركة، ترجاني اتواصلت له مشان يقبلوه. أنا بخجل أحكي مع عمو أحمد، بركي أنت بتحكي معه. بس هي من عيوني، خلص اعتبره متعين. أنت بتعرف قديش بابا بيحبني وما ممكن يرفض لي طلب أبدا. بعدين بتعرف معزتك عنده. بعرف. طب احمد شبه وضعك مو عاجبني، في شيء زعجك؟ ما في شيء. اكيد اكيد. جهز لي حالك لالا في موضوع كثير حساس بدي احكي معك. ايه يا ابي احكي. شوفي اول شيء الك ولا للواوي؟ خسل الواويه. خسل الواويه كله. ايه يا ابي احكي.
اخي مازن بتعرف انه متخرج من الجامعه ايه؟ وعم يستنى وظيفه ايه؟ وقرا اعلان من يومين بالجريده عند ابوك الوظيفه ايه؟ وقدم وراءهم قبلت ما انقبلت ما بعرف بدنا اياك بمعيتك نكشه صغيره سلتت الامور لا يا ماجد لك شو هالشغله اليوم بحكي مع الوالد اعتبرها منتهيه خلص اكيد خلص اكيد لا كفو ابو احمد عازمك على قهوه على حسابي روح شنقك اهلا ابو مجد شرف الطاح ماشي سيدي لو سمحت تفضل 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 الله يخليك ماشي بس انا بدي طيب قل لي الاسباب الموجبه اذا اخلعتني انا مستعد اعفيكم من اللجنه بس لازم تعرف اني اخترتكم لنزاهتكم يا ابو معتز يا سيدي الله يخليك نحن ما بدنا هالشغله وما بدنا وجعه الراس الله يوفقك يا اسطى خيلتني ها شرف ارتاح حاضر سيدي ليش هو وجع الراس ومن شو يا سيدي لو منشتري احسن بضاعه وبارخص الاسعار وبندفع من جيبتنا ما حدا رح يصدقنا رح يقولوا انه عم نسوق لانه كل اللي اشتغلوا بهاللجنه انحالوا للتحقيق فالله يخليك لا بدنا ننام بين القبور ولا بدنا نشوف ملامات المحشي طيب من شو ملامات المحشي؟ من شو؟ زاغ نظري ها خليك قاعد عم قول حاضر سيدي من شو الملامات المحشي؟ اي حدا بيعترضكم اي حدا بيناقشكم بعت لي اياه بس وانا بعرف شغلي معه شوف لقلك طالما انتم عم تشتغلوا صح ما تخافوا من حدا شو قلت يا ابو معتز؟ يا سيدي اللي بتشوفه نحن موافقين عليه سيدي خليك واقف لك ما بيتبقى لك تقعد خليك واقف استاذ ضلال نظم لي قرار تشكيل اللجنه الجديده وبعث لي اياه فورا لنوقعه كان بدك كل هالمحاضره مشان تقتنعوا بيستلمهم لا تخاف ما بيروح عليه شيء ولحتى يستلمهم شو بيعمل بحاله منين بياكل يوبا لا تعصبها بعت له شيء يدبر حاله فيه هون لبين ما يقبض رواتبه منين يا حسره لو معي ما كنت قصرت كنت بعت له من غير ما حدا يقول لي بيدين له شيء من رفقاته بيبيع له كم بنطلون بيبيع له كم قميص لا تخاف ما حدا بيموت من الجوع بعدين الشغله مو موافقه يا ابني بنلاقي لها حل تصرفوا بسرعه الولد بعت لي انه رح يموت من الجوع بالغربه والله يا عاد حضرتك جاي تعلمني شغلي وتحاسبني العفو بس حط حالك بمحلي ابني عايش بالغربة وما معه ياكل وعم يهددوه بالفصل من الجامعة إذا ما دفع القسط وما معنا ندفع شو بعمل؟ بخلي الولد يرجع بعد ما درس 3 سنين وقرب يتخرج؟ أنا مطالب بإيدي شي روح شوف المدير العام شو رح يطلع مع المدير العام؟ أنت والمدير العام واحد احترم نفسك ولا تغلط تفضل بلا مطرود لا حول ولا قوة إلا بالله شو أعمل هلا؟ ما بعرف بالعكس نحن بنعرف مشكلة ابنك رح تابعها أنا شخصيا وبإذن الله بتنحل خلال يومين ثلاثة وبيقبض كل رواتبه أنسي أمال؟ أيوة أستاذ يا ريت تأمني لي اتصال مع وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية وبدي أحكي معهم خلال ساعة واحدة رح حاول أستاذ لا لا بتتركي كل شيء من إيدك وبتأمني لي هاي الاتصالات حاول ويا ريت تبعتي لي الأستاذ طلال بطريقة أهلا وسهلا أستاذ طلال بعدين نعم استاذ استاذ طلال بتطلع الذاتيه بتشوف لي مين كمان من الموفدين عنده نفس المشكله بتعمل لي قائمه فيهم وبتجيب لي اياها فورا بلكي بنحل مشكله الكل حاضر استاذ الله يوفقك الله يعلي مقامك الله يديمك ويخليك ويخلي اولادك الله لا يضيمك الله ينور دربك الله يفرج همك مثل ما فرجت همي تسلم تسلم يا اخ هذا واجبنا اشرب قهوتك اخي هالبني ادم انا ماني مرتاح له بنوب حاسس انه وشه نحس علينا لا معقول اللي عم يصير معنا معقول اللجنه امبارح ترفض تستلم المشتريات واليوم يحلقوا لنا ويقولوا لنا باي باي في شيء مو طبيعي ما نكون حاسين انه الشغله مو طبيعيه موظف منقول جديد يتعين باول يوم بلجنه المشتريات بعدين المشتريات ترفض بعدين انعزل كلنا هي شغله بسيطه يا سيدي انا اللي محيرني اكثر انه سيد ناصر الزفت ما له اسم باللجنه الجديده دبرها لشوف طيب اذا هو ما له يد بالموضوع مين اللي كان له يد بالموضوع ما حدا رح يحل هالغاز غير الاستاذ ممدوح شو وين راح صاحبك على جزيره الكنس ها دريت وصلني نسخه عن القرار وشو رايك قل لي بالاول عاملين لكم شي عملي ومو حابكينا منيح ابدا مثل العاده لكن شو درى المدير العام
ما في غير ناصر. ومين وهاد ناصر؟ لك هذا ناصر موظف جديد اللي انتقل لعنا، حطوا معنا المدير العام بلجنة المبايعات عضو ملازم. ما عرفته. ايه وهذا شو دخله بقرار عزلته من اللجنة؟ هو اصل البلا. ايه وهلا شو بدنا نساوي؟ ايد بزنارك تحكي لنا مع المدير العام بركي بيغير القرار. انا ما بقدر اغرضكم بشيء، لازم بالاول شوف المدير العام وافهم منه شو القصة. فعلا فعلا قصة حلوة كتير كتير ورح تنجح بالمسلسل، بس احمد بترجاك تكتب لي اللي حكيت لي حرف حرف. هلا انت عم تحكي جد بخصوص المسلسل؟ طبعا جد، ان شاء الله مفكرني عم بمزح. طيب ما حسبت حسابي رفضوا لك يا بالرقابة؟ وليش بدهم يرفضوا لي؟ انا لا عم سب حدا ولا عم هاجم حدا، انا عم بحكي عن مدير عام شريف حابب يصلح شركته. شو فيها؟ لا يا سيدي بالمسلسل بدي اعمله وزير بالنكاية. وزير شريف حدا له اعتراض؟ يعني مصمم؟ طبعا مصمم، وبزعل منك كثير احمد اذا ما ساعدتني. طيب راح اكتب لك كل شيء بيصير معي وبالتفصيل الممل. الاواعي جاهزين؟ جاهزين. افرح يا قلبي. اشتم لي قلبك وطاقيتك، كتر لي زيتون زيتون، انا بحب الزيتون. صدقني ما عاد توفي يا استاذ. زيتون تي زيتون. والله صدقني ما عاد توفي. هيك وهي ساندويشتك. سجلها لاخر الشهر. ايه؟ مرحبا بابي. بابي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين عم. عمي ساوي لي شي سندويشة هيك طرية على اسناني. على راسي. تمام تمام. على عيني عم. وهي. هيك سيك كمي صحتين وغدا ان شاء الله سمني وعافية. لا تسوي شباب عم نمزح. صحتين مالا ورقين جميل. انت كمان ان شاء الله صحتين وعافية. خير عم؟ على شو عم تدور؟ انا على شو وصيتك؟ انت على الساندويشة ليك عنا؟ الغير بطلت محل التبطيل. السلام عليكم. يا حبيبي هالمديرية كان ناقصها مجنون وهلأ كملت. دايما ما دايما ورك ورك. دخلك يا ابني. لو سمحت شوف لي هالمعاملة عند مين؟ يا ابي انا شو بيعرفني؟ بس مو ما في مشكله بنشوف لك يا بدك ما تاخذني. انا سمعي قليل شوي، بدك تعلي صوتك. يعني وين بدنا نسال؟ مشي معي مشي. شو قلت؟ عم اقول مشي معي. لك اخي ما سمعت. شو بدك محني انت؟ مشي معي يا بالله مشي معي. حبيبي علي صوتك علي صوتك لحتى اعرف. ايه مشي معي. دق لك خطوة. سلام عليكم. أهلين وسهلين. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شلونك؟ الحمد لله. والولاد شلونهم؟ الحمد لله. العيال إن شاء الله كله بخير؟ الحمد لله. قرايبينك شلونهم؟ الحمد لله. وجوز عمتك إن شاء الله ما في مشاكل عائلية؟ أخي لا تضيع لي وقتي الله يرضى عليك، وراي شغل ومالي فضيلك. هلا بيدخل المدير العام بحسبك واحد صاحبي وعم نطق حالك أنا وياك. لك للأن صرت تخاف من المدير العام؟ أخي شو دخلك؟ كنت بخاف من المدير العام ولا ما كنت بخاف؟ بدك شي مستعد أخدمك بعيوني، وغير هيك لا. ابري عليك ابري عليك، هيك بدي اياك. شايف شلون تغير الجو؟ شو قلت؟ شو عنا هذا؟ شو دمي؟ خلي لي اياك شوف لي المعامله وين؟ اخي تطلع على الطابق الفوقاني، ثاني غرفه على ايدك الشمال عند الاستاذ نزار، وبعدها ترجع لعند الاستاذ عبد العظيم بيأشر لك عليها. يا ليني عبد العظيم شو اسمه؟ عبد العظيم الواوي. واوي صار ذكر كواوي. حبيتها منك هي.
عن اذنك بس سلم على الاستاذ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تسمح لي هيك بسؤال واحد؟ تفضل. ما تضيفنا قهوه؟ هلا بطلت ما عاد نقدر نشرب القهوه غير بالبريك. بدي اسالك شو صار معك ومع مرتك؟ لساتهم شعراتها منكوشين وبدك تطلقها؟ وانت شو عرفها؟ العصفوره قالت لي امشي امشي لك امشي تقبحني امشي على مهلك شويه. لك شو ابو سمير انفضحنا؟ يلا شو بك ميت؟ على مهلك شويه. يلا 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 شو؟ هذا الدرش؟ ايه درش شبك. كل هاد بده يطلعوا. شو؟ لك بدك اياه وين ينزل عندك؟ يلا لا 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 بطلع بطلع بس على يا ريت يا ريت تسندي شوي بايدك. يلا بايدك الله يخليك. ساندك طفي اللي بهل شوي. اي لك شو اي شبك لساتك شب. شب اهل الشب. شبك اي شب. بابا ما عاد فيه. لا ما شاء الله مثل البم. مثل البم ما شاء الله. مثل البم. يا حلبك شوي وحتوقعني. شو بدك تمحني هون؟ بدي كم واحدة بالجوال؟ أنا ثلاثة على عصمتي. ثلاثة وعلى عصمتي الله لا يوفقك. ثلاثة. هدري لكان هدري أنا وحدي عم برجع لورا. هدري. شو قلت؟ لك هدري. لك وين بدك؟ هات بدي اشوف هات رجيني اشوف شو سويت. حسبي الله ونعم الوكيل. غلط يا ابني غلط. هاي المساله مو هيك بحلوها. لحتى يحلوها لازم نعرف طول ب جيم، ولحتى نعرف طول ب جيم لازم نطبق نظريه فيثاغورس. بتعرفها؟ يمكن سمعت فيها بس نسيانها. ايه طبعا نسيانها لانه اخر عقلك الدوري العام والطابق. ذكرني فيها استاذ. ما بس ذكرك فيها يا ابني، انت لازم تعرفها لانه انت اللي بدك تقدم الفحص مو انا. استاذ حتعجز اليوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلي عنك عدم المؤاخذه، عدم المؤاخذه، ممكن تشوف هي المعامله وانا بحكي له عن هدف فيثاغورس. انت شو بفهمك بالرياضيات؟ طيب هلا انت الله يرضى عليك شو بدك انت؟ انا فاهم الدرس، انت شوف لي المعامله. ليتي ابني الله يرضى عليك، خذ كتابك وبتطلع على نظرية فيثاغورس بتفهمها وبتجي لعندي الدرس الجاي فهمانة حافظها، فهمت؟ ايه فهمت استاذ، شكرا. عفوا. بكرة بيجي لعندها تبي وبيحاسبها. ايه مع السلامة. شوف لنا المعاملة معيتك. حسبي الله ونعم الوكيل. خذ عمي، شوف لنا يا هي بيمشي حالها بلا فيثاغورس، دبرها بأرخميدة. عم تخفف دم يا بي؟ لا عم بتغلظ، يعني عم بتسأل. المعاملة ناقصة. وين إيصال دفع الرسوم؟ ما بعرف لأنه المعاملة مو إلي لرفيقي، لحظة لأسأله. سيب تعال وين وصل دفع الرسوم؟ شو قلت؟ دفعت الرسوم؟ إيه على مهلك شوية، ما دفعت شيء. ما دفعنا. إيه خذوا ادفعوا الرسوم بالمديرية الفرعية واستعجلوا لكم شوي لأنه الصندوق بسكر الساعة 12 ونص، فهمت؟ سيب على عيني خاطرك أينشتاين. مع السلامة. هري يلا هري ثلاثة ثلاثة امشي. الله ونعم الوكيل. مين اجانا هذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الفرعية. ليش عندك تاكسي؟ ايه معي تاكسي. ايه فاضي فاضي. هذا خامس طلب باخذه على الفرعيه. شو عرفك انه رايحين لهنين؟ انا موظف هني. شنو موظف بيشتغل على التاكسي؟ اضافي. ايه اضافي وقت الدوام. لك يا سيدي مين مدور على الدوام؟ منفوت بكير منوقع وهذا وش الضيف. اطلع حجي اطلع. لا يا فريد. لا يلا. يلا يا فريد يلا. يلا. والله شرفت. سنين سنين يعطيك
يعطيك العافية. الله يعافيك. يا سيدي هلا انت ليش ما بتترك الوظيفة وبتضلك عم تشتغل على التاكسي؟ لك ليش لا اترك الوظيفة؟ بحصر بتسند جرة وبعدين بلا ما نقول شعرة يعني بتعرف انت استاذ الوظيفة منيحة لقدام شان تقاعد؟ قديش صار معفين يا دود؟ هات هي 25 هي 25 طيب شلون المدير ساكت لك المدير؟ المدير المدير ما انا عرفان حاله بقديش ابنوه كل همه يعبي جيبته وعلى شفق طيب اسمع لقلك المدير العام شلون ساكت لك؟ لك مديرنا العام جديد دكتور ما بيفهم امور الشركه شيء بدك تقول خيطي بيطي ما طيب سيد عمي قديش طلع العداد 35 ورقه عيني معك انت يا غريب انا والله انا فرق يا السلام عليكم اهلا اهلا انا الي ولا الو ازيكم اهلا شرفوا امي شرفوا سيدي شرفنا مزبوط خمسه استاذ خمسه يلا خمسه فلان شو الله يعطيك العافية شو الاسم الكريم؟ محسوبك لبيب الناصح ترى نحن انتصحنا بشوفتك الله ينصحك هون يا عمي يلا غريب وصلك استاذ لا يعطيك العافية والله يا عمي صعب علي استناك لا شو السلام عليكم استنى رفوق سلام عليكم معك ليره؟ ما معي ليره ولا انا معي معناتها بيبقى لك بزمتي 4 ليرات مسامح مشيني بس تسلم تفضل اللي بعده تفضل مية وثمانية وثلاثين ليرة حاضر 20 30 35 هي 38 شاطر يا عيني عليك ريالين حاسبها على البنز شو قلت؟ ما دخل تفضل يلا يا شباب تفضل نقرأ منه شفته؟ سمعنا 90 ليرة ب20 قرش ايه تكرم شو اللي يكون حاسبها؟ هي 95 يسلمون يسلمون 95 يسلم والدين فين الباقي؟ الباقي؟ ما معي فراطة معك ليرة؟ لا ما معي ليرة هو لا أنا معي روح جيب فراطة وتعال هل أنا لازم تكون معي الفراطة ولا الفراطة لازم تكون عندها؟ لك أخي منين بقدر أحلكم؟ شو شايف عندنا بقى؟ هلا بدك كان يروح جيب اسمع بدك كان يروح جيب ليرة مشان وقف ساعة بالدور لا اخي مسامح الله يسامحك هو اني اللي بعده تفضل اخذنا هيك شي خذ الكمالي اي ماشي 245 ليره على عيني 240 45 هاي 250 250 الله يسلم هديه اعطيتك 250 ايه مزبوط يعني بقي لي 5 ليرات ايه هاي الخمس ليرات حق الطابع طابع شو؟ أنا لازق كل الطوابع المعاملة حبيبي هذا الطابع مشان مكافحة الإيدز حسبي الله ونعم الوكيل فيكم مثل الميشار على الطالعة بتاكلوا وعلى الناس اللي بتاكلوا شو بدنا هي؟ 71 ليرة و 45 قرش شو قلت؟ 71 ليرة و 45 قرش إيه على عيني تكرم عينك 70 و 40 45 قلنا 10 لك ابيعي انا بدفع بدك تاخر العالم انا بدفع شو قلت؟ لك بدفع له بعدين بحاسبك انا خذ عمي مشلون احسن هي 100 ورقه 71 ورقه و 45 امسك شوي هي 45 قرش مهونه وين مهونه لك عمي بينا 3 ورق و 55 قرش ايه ما معي فراطه شفت عينها؟ لا في معك فراطة افتحه هذا الدرج مو شغلك شو مو شغليك عم يعطينا حقنا شو مو شغليك اخي هاي ال 100 ليرة ايه؟ هات ال 25 وهات الوصل روح جيب 71 ليرة و 45 قرش وتعال خذ المعاملة تبعك ايه بجيبهم بجيبهم رجع لك انا بجيبهم ايه استناني راجع انا شو قلت؟ لك استناني اخي ليش عم تعيط؟ بخشت لي طبلة ابني
خمسة بأربعة. ما صرفنا الخمسة. صرفنا الخمسة. ما صرفتها. طبلنا الخمسة. فراطة. صرفنا الخمسة. على عيني. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. بيا ورقة. أنا هيك بصرف خمسة بأربعة، بدك ما بدك خد خمسة. لك لا بدي، ليش هيك عصبي أنت؟ خذها الورقة، حلال عليك أحسن ما ياخذها هداك. اسمع لإلا، فيك تصرف لي الورقة بدون عمولة؟ يا عيني. تسلم. تفضل. يا يسلموا، بس ليش صار يخلك لك عمي؟ لساتك بأول عيشتك أنت. يا الله. خمسة بأربعة، خمسة بأربعة. عندك عمي اجت الفراته بعد اجت الفراته هي 71 ورقه ونص مسامح بالفرنك خليها تبين معك خير خير كثير ما شاء الله حولك 71 و45 تستاهل تفضل ادينا المعامله خذ هي المعامله ايه يلا عمي كرر لك يلا يلا فيه لك شو الطوش اللي عم تسوي لنا يا هون يلا عمي يلا تاك العمى شو الناس هاي؟ العمى ما أدناها هلأ عرفت أنا منين بيصمدوا وبيشتروا بيوت هات معاملتها اللي إذا قلنا وسطياً عم يطلع له من كل معاملة 3 أوراق بيمرق على رأسه أقل النهار 200 معاملة 3 ضرب 200 600 ضرب 3 بيطلعوا 18 ألف ورقة بالشهر يعني قد معاشي على شهرين ما فهمت عليك هلأ وقتك أنت امشي خلينا لحق المديرية العامة امشي اللي بعده امشي نورت استاذ اهلا وسهلا اهلين ناصر اللي راجع كنت استنيتها كفو يا سيدي كفو. والله استاذ اذا ما مشي الحال تلاقيني هنا انا بانتظارك كنت خيرها شو المعامله يعني انفصحنا بشوفتك نحن انفصحنا بشوفتك يا فريد احنا اهلين حبيبي اهلين الحمد لله صفراوي كانك عفرا إلهي هي من وش صفراوي كانك عفرا إلهي اتفرى ابدا من السلام عليكم أهلا وسهلا دفعت الرسوم ايه دفعنا سيدي وهي الوصل انت شو دقيقة واحدة بس دقيقة واحدة خد راحتك منا مستعجلين مستعجل شو عمو نعم حليتها هات لشوف الله يرضى عليك يا سلام تلميذ نجيب يا سلام عمو انت رائع ان شاء الله بدك تنجح هالسنه عمو بتنقل المساله السابعه والثامنه وتحلهم بالبيت بكره بتيجي لهون لشوف لك اياهم مع السلامه سلم على الوالد عمو له عمو واويه بيسلم عليك الله يسلمك الله يحفظك ان شاء الله انا بيعرف يسهرس ان شاء الله اهلين شو بدنا نعمل الطلاب يعني عندهم فحوص ولازم نساعدهم صدقني مالك علي يمين بطلع من هون باكل لقمه وبلش بفتل من بيت طالب لبيت طالب اي نعم وما برجع للبيت للساعه 10 الله يقويك بس شو مشان المعامله تبعنا على عيني يا اهلا وسهلا شرفتني حبيبي ها دفعت الرسوم حبيبي هذا اللي عملتوه شيء كثير حلو وظريف ان شاء الله بكره تجوني مثل هلا بكون معامله جاهزه خالصه لك يا اخي شو بكره مالك شايفه رح يفرط بين ايدي دبرنا اليوم دبرها كان على عيني صدقني كان على عيني بس هي بدها توقيع المدير والمدير ما بيوقع البريد الا الساعه 10 ها ايه طيب انت مشيها من عندك وانا بوقعها من المدير اخي ما بقدر امشيها فيها مسؤوليه بعدين يا اخي انا مشغول خلوا عنكم نظر شو بكون مشغول عندي مشاغل بس شغلتكم يعني معك لا تؤاخذنا
بس تسمع مني هالنصيحة. تفضل. مرة تانية لما بدك تعطي درس هذا تبع الفيثاغورس. ايه. شو رأيك تسكر الباب وتكتب عليه من برا سأعود بعد قليل؟ بكون أحسن. تكرم عينك رح أعمل بنصيحتك. بكرة مثل هلا. بكرة مثل هلا. إن شاء الله. امشي عمي. مع السلامة. شو قلت؟ سي. شبنا؟ ايه. امشي. حسبي الله. يا وش الصفراوي. الحمد لله بخير، كيفك انت؟ ايه الحمد لله. لا تفضلي، ما في ازعاج ابدا. عجيب، احمد ما جاب لي سيره المسابقه. على كل تكرم عينك. لا ولو ما في سئلة بنوم، تكرم عينك. ما بدي غير سلامتك. لا لا اطمني، ما رح انسى. اليوم بس يجي احمد من فوتو بقول له اطمني وطمنيه. ان شاء الله. وانتو كمان شرفونا. اهلا وسهلا فيكم امتى ما حبيتوا. يا اهلين وسهلين. اهلين الله معك. مرحبا استاذ طلال، ممكن اعرف المدير شو بده مني؟ هلا بتفوت لعنده وبتعرف. استاذ طلال الله يخليك، اذا في شيء ينورني لرقق حالي واعرف شو بدي احكي قدام المدير العام. لو بعرف كنت قلت لك. بالظاهر عامل لك شيء عمله ودريان فيها المدير العام. لا 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 ابدا ابدا، صدقني استاذ طلال ابدا، ما في شيء بالمره. اذا ليه خايف؟ قال ليش خايف؟ قال مجرد الفوت لمكتب المدير العام رجلي بتوصف اصلا. يا عود عود عود، ارتاح لك شوي. حاضر. حسبت عليك يا عبد العظيم، حسبت عليك. هذا انت هون؟ اوامر حقت تشتكيني للمدير العام يا فساد؟ شفتني مالي فاضي حك راسي يا اخي. الطلاب عندهم فحص؟ شو فيها اذا قلت لك تاع بكره؟ يعني خربت الدنيا؟ ها؟ خربت الدنيا؟ لا عفا على هالناس هي. اللي شو قلت له للمدير عني؟ احكي. شو قلت؟ حبيبي يا حبيبي كملت. المدير شو قلت له عني؟ أنا مدير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المدير يلي جوا؟ لا شفته ولا شافني. لك ليش قاعد هون؟ شو قلت؟ سلامتك، ما في شيء. عم أقول يا حصرتي عليك يا عبد العظيم. رح أدى شوي يا عبد العظيم. كذب. راح ندل. طلال، خلي عبد العظيم يدخل لعندي. حاضر استاذ. تفضل استاذ عبد العظيم، المدير بانتظارك. جاك الموت يا تاريك الصلاة. تغيرك رأيي. يا حصلتي عليك يا عبد العظيم. سبيت. حضرتكم طلبتوني، امروا سيدي. اهلا وسهلا استاذ عبد العظيم، تفضل تفضل ارتاح. معلش سيدي معلش. شرف شرف شرف، ارتاح. شكرا سيدي. ثبت يا عبد العظيم ثبت. نعم. سلامة قلبك سيدي. ايه استاذ عبد العظيم، انا الحقيقة طلبتك لاخذ رأيك بموضوع. عبد العظيم واوية تحت امركم سيدي، امروا. بس ممكن تقلي بالاول انت شو معك شهادات؟ اجازة بالرياضيات والفيزياء وعامل دورة محاسبة سيدي. بتعرف عم فكر استفيد من خبرتك باعتبار الامتحان على الابواب واعمل دورة تقوية بمادة رياضيات لابناء الموظفين بالشركة. شو رأيك بهالموضوع يا استاذ عبد العظيم؟ ما فهمت عليك سيدي. يعني منخصص غرفة من غرف المديرية بيجوا الطلاب وبياخذوا فيها دروس تقوية بمادة رياضيات وانت بتعطيهم الدروس. شو رأيك يا استاذ عبد العظيم؟ يا ريت يا استاذ، يا ريت. لو كنت فاضي ما بقصر، لكن وقتي كله مشغول بعد الدوام بدروس الخصوصيه. ومين قال لك انه انا بدي ساوي الدوره بعد الدوام؟ لكن انت سيدي اثناء الدوام يا استاذ عبد العظيم. اثناء الدوام؟ ايه اثناء الدوام. ليش مستغرب يا استاذ عبد العظيم؟ انا في عندي موظف هون بالمديريه عم يعطي دروس خصوصيه اثناء الدوام،
طالب فايت وطالب طالع والساعة عم تمرق ساعات. معقولة سيدي؟ أكيد حضرتكم عم تمزحوا. لا تخاف، لا تخاف وأحكي بصراحة. الكلام اللي سمعته مني مزح ولا صح؟ صح سيدي صح. ثبت يا عبد العظيم ثبت. شو؟ سلامة قلبك سيدي. ومين هذا الموظف اللي أنا عم بحكي عنه؟ عرفته؟ عرفته سيدي عرفته. وبرأيك شو لازم نساوي معه؟ سماح سيدي سماح، كيف بالسماح؟ مسامح كريم. طيب سامحتك. كتر خيرك سيدي. بس قل لي يا أستاذ واوية، مين اللي قال لك إنه أنا ما بوقع البريد قبل الساعة 10؟ بصراحة بصراحة ما كنت فاضي تمشي المعاملة، مو هيك؟ مزبوط سيدي. ثبت يا عبد العظيم ثبت. شو؟ ما بعرف ما بعرف يا عمي، والله ما بعرف. المدير العام قال بس يجي تقعد ترتاح عندي تستنى. شو قلت؟ عم اقول المدير العام قال بس تجي عود ارتاح استنى عندي. مشان شو؟ ما بعرف. انا المدير؟ المدير العام مديرنا مديرنا. ومنين بيعرفني؟ شو بيعرفني انا؟ بجوز حدا متوسط لك عنده. شو قلت؟ عم اقول عمو عود ارتاح لجيب لك كاسه شاي. عود ارتاح. كتر خير. ارتاح. يا الله بس وينك؟ اذا كان كازوزة بيكون احسن. وخليها حمرا لو سمحت. شو قلت؟ يا حبيبي امنت بالله على النهار، وش مين مصبح اليوم انا؟ خربيتك يا عبد العظيم. فساد؟ شرف. شو قلت؟ شرف معي لاعطيك معاملتك، قوم شرف. لك انا مهري شوي. أنا ما هيك؟ ما كنت مستعجل اشتكيتني للمدير شرف. يعني انتظر شوي لنشرب الكازوزة الحمراء بعدين بنروح. لك المعاملة ما بتطير. اشرب الحمراء والخضراء والصفراء بس تخلص الحاني على مكتبي. خربت بيتي، راحت الدروس الخصوصية. يا حصلتي عليك يا عبد العظيم. لا قصر بالطلاب مش عم يجوا على الدائرة. يا حصلتي عليك يا عبد العظيم. عوضي على الله بلا كازوزة. لك وقف لك وقف وقف، مين بتجيح مني على الدرج؟ وقف الله يرضى عليك. لك على شغلة بس توعدني انه ما تعصب علي اذا قلت لا. احكي شوفي احكي. إيه لا اذا بتحاكيني هيك من الاول مشان ما احكي. خلص احكي باني معصب. احكي 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 لي احكي لي. شوفي انا امبارح رحت على الشركة وقابلت ابوك. رحت على الشركة بخصوص شو؟ ما عطني ما تعصب. يعني شو قلتي له؟ شو حكيتي معه لعبي؟ شو حكيتي معه؟ اكشر ولي عليك قوم حيط قوم. ماجد قلت له ايه قلت له قلت له انك عم تتهي مع هدول ماجد وبشار وما عم تدير بالك على دراستك منيح. لك اخ اخ منك اخ اخ. لك انت شو دخلك فيني؟ مين حطك وصل علي اه لحتى تروحي تقولي له لابي انه انا بسهر ولا ما بسهر؟ شو دخلك انت؟ انت ما تدخلي بخصوصياتي. انا حر بسهر ما بسهر بدرس ما بدرس. انت ما دخلك. انت انتبهي لدراستك اذا بدك. انا ما تدخلي فيني. ايه مثل ما بدك. انا من اليوم ورايح ما عاد رح اتدخل بخصوصياتك ابنه. انا كمان ما عاد رح خليك تشوف وشي. ماجد شقتوحه